لكن يعني محمد فلامينجو في نقطة مهمة جدا. فلامينجو هنستعرض مع حضراتكم لعبته كلها ليهم تاريخ طويل في الكرة الأوروبية، ودي بيدياله ان هو بيلعب بفكرين طبعا، البرازيل ولعبها والكرة اللي على الأرض واللعب من باص واحد والمهارات الفردية العالية، ولكن جمعوا زي ما هنستعرض مع حضراتكم كل اللعيبة لعبوا في فرقة أو اتنين أو تلاتة في أوروبا من أكبر الفرق. فطبعا هم عندهم مدرستين الحقيقه، مدرسه اوروبيه تعلموها في وجودهم خلال الفرق الاوروبيه اللي لعبوا معاها، وايضا المدرسه اللي طلعوا منها المدرسه البرازيليه. فاحنا شايفين ان الفريق باي حال من الاحوال مش المباراه مش هتكون سهله، خاصه انه مباراته مع الهلال يعني تعالت الاصوات بشكل كبير جدا، انه يعني ان هم تعرضوا لظلم، وانه قالوا ان احنا ما نستحقش الخساره مع نادي الهلال، بالرغم طبعا نادي الهلال عمل مباراه كبيره، واكيد احنا كنا سعداء جدا بفوز الهلال بالمباراه وصعوده للمباراه النهائيه، ولكن انا بتكلم من منطلق أو وجهة نظر فلامينجو أنه كان من وجهة نظر الفرقة أنه ما كانوش يستحقوا الهزيمة. فالنهاردة هم عندهم دوافع يعني معنوية كبيرة، وعندهم دوافع أيضا فنية أنهم ما يطلعوش يعني زي ما بيقولوا بلغة الكورة وقال ضيوفنا امبارح معانا من مولد بلح حمص. نفس الدافع النفسي عند النادي الأهلي وأكثر كمان، النادي الأهلي خد 3 ميداليات برونزية سابقة وبيدور على الرابعة، وأنه هو صاحب المشوار الأكبر. يمكن فلامينجو جه على القبل النهائي، إنما النادي الأهلي لعب مباريتين قبل النهائي، فإذا النادي الأهلي لعب مباريات أكتر، وموضوع التنقل من ملعب لآخر كان يمكن النادي الأهلي بذل مجهود أكتر في هذه البطولة. إذا الدوافع موجودة والأمور يعني متساوية في الناحيتين، ولكن إحنا محتاجين يعني نخش بقى في مباراة بكرة. أولا ريال مدريد نقلت الفكر شوية، خلت عندنا طموح إن لا إحنا بعد كده في مشاركتنا في كأس العالم للأندية مش رايحين عشان يعني نمثل اداء مشرف، لا احنا رايحين بعد كده عشان نكسب ان شاء الله اكيد، والشغل هيبتدي من دلوقتي على هذا الهدف. وهبتدي معاك محمد لو تقدر نبتدي بقى نستعرض، بس قبل ما نبدا استعراض بارقام فلامينجو كابتن هيثم، عايز بس افكر الساده المشاهدين نقطه مهمه جدا في كاس العالم للانديه، لان بعد مباراه ريال مدريد اكيد الانطباعات اختلفت. يا جماعه الاهلي في هذه البطوله لغايه دلوقتي لعب 3 مباريات في اسبوع، يعني لعب اوكلاند سيتي يوم مثلا يوم الوصول يوم 1 فبراير، بعدها يوم 4 فبراير لعب مع سياتل ساوندرز بطل امريكا، بعدها يوم 8 فبراير لعب مباراه ريال مدريد، يعني بتتكلم في اسبوع لعبت 3 مباريات، التنقلات بدات في تطوان تدريبات هناك، بعد كده رحت لطنجه، بعد كده كنت المفروض ترجع لتطوان قبل المباراه الثانيه، ولكن البعثه استقرت بعد الاتفاق مع الفيفا انها تفضل موجوده في طنجة، وبالتالي كان على مسؤوليتك انت الشخصية استمرت في طنجة على ملاعب فرعية، والحمد لله الأمور مشيت بشكل كويس جدا، والأهلي كسب ثم تنقل إلى الرباط، ثم جاءت الفيفا فجأة بدون أي مقدمات نتيجة لأمور تنظيمية رجعت التاني لطنجة. يمكن الأمور دي على فكرة كابتن هيثم عاملة أزمة عند الفريق البرازيلي وجماهير فريق فلامينجو، وبالتالي انت 3 مباريات في ظرف اسبوع بالمعدلات البدنية اللي انتوا شايفينها ديت، والأهلي بيحقق نتائج متميزة، ولغاية الدقيقة 92 كان بيجاري فريق ريال مدريد، وحتى الريال في وقتها ما كانش متاكد طبقا لتصريحات انشيلوتي ان هو خلاص ضمن التاهل، وبالتالي الاهلي نرفع له القبعه على المشاركه في هذه البطوله. ثم المباراه الرابعه اللي احنا بنتكلم يعني لو بنتكلم من 1 فبراير 11 فبراير يعني في 11 يوم هتلعب المباراه الرابعه مع فلامينجو، وده من اكبر واعرق الفرق البرازيليه يا كابتن هيثم لو هنستعرض معاك بقى فريق فلامينجو.